اهلا بكم مشاهدينا الكرام، ولقاء جديد في مؤشر النيل نتعرف فيه بالارقام والتحليل على اداء مؤشرات البورصه المصريه التي تراجعت بشكل جماعي لدى اغلاق تعاملات اليوم، حيث انخفض مؤشر البورصه الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبه 0.29% ليبلغ مستوى 7863.58 نقطه، فيما تراجع مؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه اي جي اكس 70 بنحو 1.3% ليبلغ مستوى 372.66 نقطة. وشملت الانخفاضات مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا، والذي خسر نحو 1.46% من قيمته ليبلغ مستوى 789.9 نقطة. كما ارتفع مؤشر اي جي اكس 20 محدد الاوزان النسبية بنسبة 0.88% ليسجل 8017.52 نقطة. ونتحول لقائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث كان قطاع البنوك الأنشط وتصدر القائمة بنسبة 25%، تلاه قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بنسبة 21.65%، ثم قطاع العقارات بنسبة 20.74%، بينما حل قطاع الاتصالات رابعا بنسبة 14.84%. بالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق، فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو البيع واستحوذوا على نسبة 76.18% من إجمالي التعاملات، كما اتجه العرب نحو البيع أيضا وحصلوا على نسبة 7.76% من التعاملات، بينما اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 16.7% من المئة، ويأتي هذا في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون الأفراد نحو البيع واستحوذوا على نسبة 47.8% من التعاملات، في حين مالت المؤسسات نحو الشراء وحصلت على نسبة 52.91% من التعاملات. عن الأسهم الأكثر ارتفاعاً، تصدرها سهم حق الاكتتاب للبنك المصري الخليجي بنسبة 27.78%، تلاه سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بنسبة 5.88%، ثم سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنحو 5.86%، ثم سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 5.3%. أما الأسهم الأكثر انخفاضاً، فتصدرها سهم المنصورة للدواجن بنسبة 49.45%، ثم سهم أكرو مصر للشدات والصقالات المعدنية بنسبة 8.77%، تلاه سهم حقل الكتاب لشركة القاهرة للاستثمارات والتنمية بنسبة 6.14%، وحل رابعاً سهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية بنسبة 5.8%. هذا وقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.5 مليار جنيه، ينهي التعاملات عند مستوى 414.7 مليار جنيه، وسط تعاملات إجمالية بلغت نحو 829 مليون جنيه. وللمزيد من التحليل والتوضيح لأداء البورصة المصرية اليوم ينضم إلينا في استوديو نيل الأستاذ صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال. أهلا بك أستاذ صفوت. أهلا بك. اسمح لي أن نبدأ عملية التحليل فور مطالعة هذا التقرير. إلى التقرير. مدفوعة بعمليات بيع للمؤسسات المحلية، سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، فالمؤسسات المحلية اتجهت للبيع من أجل تسوية مراكزها المالية مع نهاية الشهر الجاري، بينما وصلت المؤسسات العربية والأجنبية الشراء. خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.5 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 414.7 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 829 مليون جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبة 0.29%، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنحو 1.3%. شملت الانخفاضات مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا، والذي خسر نحو 1.46% من قيمته. من ناحية أخرى، وقعت البورصة المصرية اتفاقية تعاون مع بورصة البحرين لتسهيل عملية القيد المزدوج بين البورصتين وتدعيم البنية التكنولوجية والمعلوماتية لبورصة البحرين، بما يسهم في تسهيل تدفق الاستثمارات في الحافظة بين الدولتين.
وذلك في إطار توطيد العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والمنامة. بعد مطالعة التقرير اسمحوا لي بالترحيب مرة أخرى بضيفي وضيفكم الأستاذ صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال. أهلا بك مرة أخرى أستاذ صفوت. السوق أغلقت اليوم على تراجع، ترى إلى ما يعزى هذا التراجع اليوم في السوق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جلسة اليوم هي كانت بدأ ارتفاع من أول الجلسة، يمكن مؤشرات الإيجيكس 70 والإيجيكس 100 كانت هم اللي ثابتين شوية، بس المؤشر الرئيسي كان طالع بالتداولات البنك التجاري الدولي منفردا في الصعود، ده اللي خلى السوق يطلع أول الجلسة 100 نقطة وفضل مستمر لغاية تلتين الجلسة على هذا الشكل، إلى أن تم في بيع من المؤسسات اللي هي كانت برضو شارية في البنك التجاري في الأول وعملت فيه أكبر أحجام تداولات، هبطت بالسوق. والناس طبعا أول ما شافت أن الأسهم الأفراد عموما يعني، لأن البائع النهاردة في سوق المؤسسات المصرية يعني كتركيز على البيع، ويلي الافراد العرب والافراد المصريين هم دول اللي بايعين في السوق، فاللي بدا عمليه البيع او اللي عمل عمليه جني الارباح هو من رفع السوق اول الجلسه من المؤسسات المصريه بالتجاري الدولي. وانا شايف ان دوت يعني وجهه او صوره ل جذب مزيد من الثقه في السوق بالنسبه للافراد وضخ مزيد من السيوله لاعاده البيع من المؤسسات مره ثانيه، وهو بالفعل اللي تم النهارده اخر الجلسه. السوق بدل ما كان طالع 100 نقطه بفعل التجاري الدولي ابتدى اغلاق على فاصل 29% انخفاض، وبالتالي كان في انخفاضات او خوف في باقي المؤشرات زي اسهم السبعين اللي نالت 1.5% نسبة انخفاضات مجلسة اليوم. وطبعا كان الأرجح بالنسبة للإيجيكس 100 إن هو برضو انخفض بنسبة 1.5% أكتر من نسبة الانخفاض اللي تمت في المؤشر إيجيكس 30، عشان التركز اللي تم في البنك التجاري الدولي وهبوطه هو اللي أدى إلى هبوط باقي الأسهم، جاء نوع من زعزعة. طيب هي السوق دايما هكذا، بترتفع الأسهم القيادية فيرتفع السوق، وتنخفض الأسهم القيادية فينخفض السوق، ده وضعية السوق الدائمة. والله هو ده احنا كنا بنمشي عليه فترة، او يعني احنا محكمين بيه طالما عندنا مؤشر رئيسي اللي هو إيجيكس 30. بس كنا بنقول الأسهم القيادية، انما احنا بقالنا فترة هو الأسهم القيادي السهم الواحد. السهم القيادي الواحد. كان في بعض التهكمات على ان يعملوا إيجيكس 1 يعني على اساس البنك التجاري الدولي فقط، ودي مشكلة احنا فيها. وللأسف المشكلة دي ما كانش ليها اي اقتراحات او يعني مرونة في المعالجة بتاعتها، فكان دايما نقول عايزين مؤشر تاني، عايزين مؤشر اخر. عملنا مؤشرات اخرى إيجيكس 100 وعملنا 20 وعملنا 50، بس ده مش هيعالج المشكلة. انا المعالج المشكلة هو اقتراح حصري انا بقترحه النهاردة على شاشة النيل الاخبار، ان انا زي ما عندي اجراءات احترازية بتكفو لإدارة البورصة ان هي بتتخذها لحماية مخاطر السوق، الاجراءات الاحترازية ديت اجراءات سعرية زي الارتفاع 10% خلال الجلسة او الانخفاض 10% خلال الجلسة بيتم ايقاف التداول على سهم. برضو انا طالما مش هقدر اعدل في نسب اوزان المؤشر ان انا مرتبط بيها مع مورجان ستاندي بارا او مع البورصات العالمية عموما، وان هي المقياس الاولاني او اللي انا ملتزم بيه، طب خلاص انا ممكن اكفل هذا الاجراء او المعالجة بحاجة تانية حوكمة تانية، ان انا يكون عندي اجراء احترازي كمي بالكميات. يعني مثلا تداولات دايما زي تداولات النهاردة كده السوق بيكون متأثر بالبنك التجاري فقط وما فيش اي حركة في باقي الاسهم، بنلاقي دايما دي عند دراسة واحصاء للجلسات اللي تم فيها هذا الاجراء، ان بيكون التداول التجاري الدولي من 20 ل 22%. النهاردة التجاري الدولي عامل 22.5% من احجام تداولات السوق جميعا، يعني واخد ربع تداولات السوق ال 829 مليون احجام التداولات، تجاري السهم الواحد واخد 190 مليون حوالي 22.5% من احجام التداولات. دايما في اي جلسه زي جلسه النهارده بنقول التجاري بس هو اللي طلع، بيكون احجام التجاري الدولي في هذا المقام. مين اللي بيكون بيحرك دوات؟ المؤسسه المصريه او مدير الاستثمار، مدير الاستثمار الواحد لصناديق الاستثمار اللي بيشرف على اكتر صندوق استثمار، هو اللي بيخش الصوره بتاعته مركزه في البنك التجاري الدولي، بيدي صوره غير الواقع. فاحنا عايزين يكون في اجراء، طالما مش قادرين نعدل المؤشر وفشلت اجراءات ان احنا يكون في مؤشرات موازيه للمؤشر الرئيسي إيجيكس 30، طيب احنا نقدر نعمل اجراء بدل ما انا او يعني بجانب ان انا في ايقاف على تداول السهم بالنسبه للارتفاع السعري 10%، يكون في ايقاف تداول على السهم اذا تجاوز او اذا وصل احجام تداولاته 10% من احجام تداولات السوق. هل هذا ممكن؟ ممكن، يعني البورصه عندها الاجراءات اللي